لازم تبقى موجودة في مجلس على كرسي الناس. هو أن يبقى عنده قدرة على إدارة الجلسة. القدرة معناه أنه يحاول يخلق حالة من التوافق بين الأفكار المتعارضة حول المشروع أو الأمر المعروض على النواب، ويخرج بهذه الروح، روح الوفاق، بتشريع متفق عليه أو في توافق عليه. الإدارة هنا هي المحور الرئيسي في من يجلس على هذا الكرسي، ولأنه يتعامل مع القاعة، والقاعة متعددة البرامج، متعددة الرؤى، متعددة العقائد السياسية، بالتالي لازم يكون عنده خلفية سياسية أو يمارس العملية السياسية. البعد الثالث أن يكون لديه مساحة من العلم أو درجة من العلم، ويفضل أن تكون قانونية. المثلث ده لازم يتوفر فيه لما نجلس على هذا الكرسي. دي السمات العامة. في سمات بقى أخرى تفصيلية، إنه يوازن بين القوى في عرض الآراء، بين الرأي ورأي معارض، لازم يسمع الرأي المعارض، إنه يعمل على وحدة المجلس في توافقه، والأهم من ده يخلق حالة من الوفاق العام مطلوبة، مش حالة من الافتراق أو الصراع. يعني عنده يكون عنده باع طويل لاستيعاب الآراء. طب إزاي حضرتك هتتعامل المجلس مع بعض النواب أصحاب الحناجر العالية؟ نسمع الاختلاف ده سنة إلهية، والاختلاف وارد، والتطور لا يأتي إلا من الاختلاف. ومن ثم لازم لا مانع أبدا أن نختلف، لكن بشرط أن نتفق على مصالح. إحنا بنبص لمصلحة الوطن. مين اللي قاعد على المنصة دي؟ قضية فرعية، لأنه مش مهم مين اللي يجيب الجول، المهم ان الفريق يكسب، المهم ان تجربه البرلمان اللي بعد سنتين تنجح، مش مهم مين اللي قاعد بس. فانا وجدت في المستشار عادل مرفوض رجل اولا يستطيع ان يدير هيبه كرئيس دوله ورئيس محكمه دستوريه، يستطيع ان يجلس على المنصه، على بال الناس طبعا على ما يبتدوا يكسروا هذه الهيبه في الحركه الممارسه هيكون فات سنه، يكون هم اتعلموا التقاليد البرلمانيه. لاننا عندنا 3 4 5 شهور دول بيبقى قلبنا على ايدنا، لان زملائنا النواب اللي جايين جداد الذين لم يورثوا لم يعرفوا التقاليد البرلمانيه.